السلام عليكم أعزائي الطلبة، في المحاضرة العاشرة من محاضرات مختبر الويب بروجرامينج لطلاب المرحلة الرابعة في قسم هندسة الحاسوب في الجامعة التكنولوجية. اليوم محاضرتنا إن شاء الله راح نتناول بها المواضيع التالية: Objects in JavaScript، الـ Events في الجافا سكريبت، والـ Arrays والـ Conditional Statements والـ For Loop والـ While Loop. نأتي على أول مواضيعنا، الـ Objects في الجافا سكريبت. بالحقيقة الـ Objects هي عبارة عن Variables، لكن تختلف عن الـ Variables بأنها تحتوي على عدة قيم تكتب بطريقة الـ Pairs، يعني كل قيمة أمامها الاسم مالتها، يعني اسم وقيمة، فتكتب بشكل Pairs كما تلاحظون هنا. السنتكس بالجافا سكريبت حتى ننشئ الاوبجكت راح يكون عن طريق انشاء فاريبل، ونسمي لنا فاريبل معين راح يكون هو هذا اسم الاوبجكت، ومن ثم نفتح كيرلينج برايس يعني قوس كبير، وبعدها نضع الاسم البروبرتي او الخاصية اللي نريد نذكرها للاوبجكت، والفاليو لل بروبرتي. اوكي، فمن نريد بعدها انه نوصل لهاي البروبرتي بالاوبجكت راح تكون عندنا واحدة من الطريقتين، اي طريقة تحبون تستخدموها هذا يكون راجع لكم، راح تؤدي نفس الغرض. الطريقة الاولى انه اكتب اسم الاوبجكت وبعدها اضع دوت، ومن ثم اسم البروبرتي، مثل ما اتفقنا انه هذا اسم البروبرتي وهاي الفاليو للبروبرتي. الطريقة الثانية تكون انه اكتب اسم الاوبجكت ايضا، ومن ثم افتح اقواس مربعة، وبعدها اكتب اسم اسم البروبرتي. اوكي، لكن لا تنسون اهم شيء بين علامتين اقتباس. طيب الاوبجكت يعني من الممكن انه تحتوي على العديد من القيم، يعني تحتوي ارقام أو تحتوي سترينجز أو تحتوي دوال أوبجكت إلى آخره من القيم. طيب هذا ما يتعلق بالنسبة للأوبجكت، وإن شاء الله رح نشوف تطبيقه العملي في محاضرة يوم الخميس إن شاء الله يوم غد. هسه نجي على الموضوع الثاني اللي هو الإيفنت. الإيفنت بالجافا سكريبت، بالحقيقة الإيفنت من نريد نناقشها قبل ما نناقشها بالجافا سكريبت لازم نعرف انه الايفنت بالHTML هو شنو. الايفنت بالHTML لما اريد اسوي فتح حدث معين بالHTML بحيث البراوزر يعمل فد عمل معين وفق هذا الحدث، او اليوزر يستطيع عمل هذا الحدث. طيب فالجافا سكريبت راح يكون عمله هنا انه يستجيب لهذا الحدث اللي يكون البراوزر يعمله او اليوزر يعمله، اوكي، يعني بحيث يخرج النفذ مخرج معين على الويب بيج. طيب السنتكس للايفنت راح تكون كالتالي، انه فد element معين، ومن ثم event معين، وفد respond للجافا سكريبت على هذا الايفنت. طبعا هناك العديد من الايفنتس، تستطيعون طلابنا الاعزاء انه تزورون هذا الموقع للW3 Schools، راح تلقون بالعديد من الايفنتس. اكثر ايفنتس مشهوره او مستعمله كثيرا هي هذه الايفنتس اللي امامكم. اون كليك تجعل عفوا تجعل اليوزر عندما يضغط على فد كليك معين او بوتن معين يسوي لنا فد ايفنت معين حسب توجيه حسب ما محددي له. اون ماوس اوفر عندما تحرك الماوس على فد اوبجكت معين او element معين لح يسوي لنا فد حركة معينة او event معين. هنا اون ماوس اوت بالعكس، انه من تبعد الماوس عن هذا الاليمنت لح يسوي فد يعني event معين. اون تشينج لح يغير لنا عناصر ال HTML لما نستدعي هذا الحدث او من نعمل هذا الحدث. اون كي داون يعني اليوزر راح يضغط على مفتاح معين بالكيبورد يؤدي الى حدث معين. واون لود هذا عن طريق يعني البراوزر
يعني بعد أن ينتهي التحميل يسوي لنا إيفنت معينة. طبعا إن شاء الله راح تشوفون تطبيقها بالمحاضرة العملية. طيب هسه الآن نجي على الموضوع الثالث من مواضيعنا اللي هو الأريز بالجافا سكريبت. مثل ما تعرفون المصفوفات هي عبارة عن نوع خاص من أنواع الأوبجكت. أيضا راح تشوفون أنه يقدر يخزن لنا قيم متعددة الفاريبل واحد، لكن هسه أيضا راح نشوف الفرق بينه وبين الأوبجكت. فإذا السنتكس لإنشاء الأري راح تكون هي التالي، انه اكتب var و array name اي اسم انت تريده. وطبعا مثل ما تتذكرون طريقة انشاء الفاريبلز اخذناها، اكو معايير معينة لانشاء الفاريبل بالجافا سكريبت. فهنا انا راح انشئ اسم الاري وبعدها اضع علامة اليساوي واقواس مربعة واضع القيم اللي اريدها بالاري. هاي الطريقة الأولى لإنشاء الأري. الطريقة الثانية طلاب لإنشاء الأري أنه أيضا أكتب var واسم الأري وإكوال، لكن أجي أضع الكيورد نيو، هذا كيورد محجوز بالجافا سكريبت، ومن ثم أضع كلمة أري وبعدها الفاليوز. طبعا مفضلة أنه تستخدم الطريقة الأولى لسهولتها. طيب An array elements can be accessed, changed or added by index numbers. أيضا راح نشوف أنه أقدر أصل إلى element معين أو عنصر معين من عناصر الـ array عن طريق الـ index أو الـ number index. الـ array راح نشوفها تتعامل مع الـ number index. شنو الـ number index؟ يعني الـ value واحد راح تكون الـ index مالتها أو رقمها بالاري هو عبارة عن زيرو. فمن اقول له array name يعني اسم الاري اوكي واقواس مربعة او تسمى array name of zero، هذا شنو يعني؟ يجيب لي القيمة الاولى. array name of واحد هاي يجيب لي القيمة الثانية. array name of n minus one جيب لي القيمة الأخيرة. ليش n minus one؟ لأن قلنا احنا يبدي من زيرو. فمثلا لو عندي أربع قيم، فبما انه راح نبدي من 0 ف 0 1 2 3 اوكي، فلهذا قلنا n minus 1. طيب اكزامبل، هاي فد اكزامبل معين وان شاء الله هاي كلها راح نشوفها بالمحاضره العمليه. الارايز بالجافا سكريبت بيها طرق عديده لاضافه الفاليو. من هاي الطرق انه نستخدم الميثود بوش. فنكتب name array dot push لح يضيف لنا فد value معين بنهاية الأري. أيضا أقدر أحذف عنصر معين عن بنهاية الأري عن طريق الميثود name array dot pop وأقواس اثنين. وأيضا أستطيع أحذف عنصر ببداية الأري عن طريق name array dot shift. أوكي، فهاي طريقة للبوش أو للإضافة وطريقتين للحذف، طريقة تحذف العنصر الأخير وطريقة تحذف العنصر الأولي. أيضا الـ elements أستطيع حذفها عن طريق الكود اللي بالجافا سكريبت مخصص لهذا الشيء اللي هو delete و array name of، وأكتب الرقم أو أكتب الإندكس للـ value اللي أريد أحذف. اوكي، لكن المشكلة صراحة في هاي الطريقة delete array name of zero مثلا، انه راح تترك لي البوزيشن بالاري عبارة عن undefined، يعني ما تمسحه نهائيا وانما راح تتركه undefined. يعني لما استعلم عن البوزيشن zero ما راح يقول لي انه ما موجود، او ما راح يشفت لي العناصر البقية من مساحة مثلا delete array name of 0 العناصر البقية of 1 of 2 of 3. اوكي، ما راح يشفتهم وانما راح تبقى ال of 0 undefined وتجي بقية العناصر. فلهذا هنا يقول لك هاي فد مشكلة بالديليت. الشيفت لا يتجاوزها، الشيفت من يعني يحذف العنصر من نهاية الاري يحذفه تماما وما يبقي undefined، يعني يحذف حتى موقع. اوكي، يعني هذا ما يخص الأري. أيضا عندنا أنه إذا أريد يعني أصل للأري بشكل كامل وليس لعنصر معين بالأري، مجرد أكتب
اسم الاري بدون اوف او بدون اقواس مربعه ورقم العنصر. ايضا اذا اريد اعرف طول الاري اقدر اعرفه عن طريق هاي البروبرتي او الخاصيه بانه اكتب اسم الاري دوت لينث. ايضا اذا اريد يعني ارتب اري هاي الاري تكون الفابتك، يعني ارتبها بشكل يعني على الاحرف بشكل تصاعدي، راح استخدم array name dot sort. اذا اريد ارتبها بشكل تنازلي لهذه الاري الالفابتك، يعني شنو اري الفابتك؟ يعني راح استخدم الفاليوز اللي بداخل الاري عباره عن سترينجز، فراح تكون بشكل ابجدي. فمن اريد ارتب هاي الاري، فرضا اني مالتي الاري حاط بيها عناصر، وقلت لكم ان شاء الله يعني راح نشوف هاي كلها بشكل عملي، فلا يظل على بالكم، المهم افتهمها هسه حاليا بشكل نظري. اوكي، هنا يعني انه الاري مالتي تتضمن values strings، فلما اريد ارتبها بشكل تنازلي راح اقدر ارتبها عن طريق array name dot reverse وقوسين. اوكي، الفرق بين الاوبجكتس والاري راح يكون بنوع الاندكسز. شنو نوع، شنو يعني نوع الاندكسز؟ يعني مثل ما شفنا انه الاندكسز بالاوبجكت كان نيم والفاليو، بينما الاندكسز بالاري راح يكون عن طريق نمبرد اندكس، اوكي، عن طريق الارقام. هذا ما يخص الاري. ايضا هنا أنا يقول many programming languages support associative arrays. يعني شنو الاسوشيتيف ارايز؟ هي الارايز اللي يعني الاندكسز مالتها نيم. بالجافا سكريبت هذا الشيء يعني مو يعني ما يقبله. الجافا سكريبت تعتبر اي نيمد اندكسز هي عباره عن اوبجكت وليس اراي، فهاي ننتبه لها طلاب. هذا كل ما يخص الارايز. بالنسبه للكونديشنال ستيتمنتس بالجافا سكريبت تعتمد على يعني الكونديشنال ستيتمنت من اسمها يعني جملة شرطية تعتمد على شروط مختلفة او تعتمد على شروط معينة حتى تنفذ لي فد اكشن معين. اوكي، شنو هي الكونديشنال ستيتمنت اللي بالجافا سكريبت؟ راح نشوف الاف، راح نشوف الالس، راح نشوف الالس اف، وايضا راح نشوف السويتش. مثل ما تشوفون هنا اف كونديشن، هاي طريقة كتابة او السنتكس بالجافا سكريبت. اف نفتح قوسين كونديشن وبعدها قوسين كبيرة ونكتب الشيء اللي نريده. اذا استخدمنا الالس لازم نستخدم اف كونديشن وقوسين كبيرة وبعدين الس. هاي تعرفوها اكيد، يعني انه الاف كونديشن اف اذا هذا الشرط صار نفذ لي الاشياء اللي انا اريدها بداخل الاقواس الكبيرة. هنا انا اف كونديشن اذا صارت هذا الشرط فنفذ لي هاي، اذا ما صار هذا الشرط ايلس اذا نفذ لي شيء ثاني. ايلس اف شنو؟ انه اذا الشرط الاول تنفذ نفذ لي هنا، ايلس اف اذا ما تنفذ الشرط الاول تنفذ الشرط الثاني نفذ لي هاي، واذا لا الاول ولا الثاني فايلس نفذ لي الشرط الاخير. السويتش ان شاء الله راح نشوفها بهذا السلايد. السويتش هي عباره عن تقييم للاكسبريشن مع العديد من الحالات بحيث ينفذ لي بلوك معين بعد ما انه بعد ما يتوافق مع واحدة من هاي الحالات. شنو يعني القصد؟ انه سنتكس مال سويتش، سويتش واكسبريشن، اكسبريشن معين، وبعدها راح نشوف هنا كيس 1 مثلا، كيس 2، كيس 3، كيس 4، يشوف يا كيس يتوافق مع هو هذا الاكسبريشن مالتنا توافق مع يا كيس راح ينفذ البلوك او الكود بلوك اللي بداخل الكيس، وان شاء الله راح نشوفها كلها عمليا. الكيوردز اللي راح نستخدمها مع السويتش راح نشوف الكيس والبريك والديفولت. هسه الان نجي طلاب على الفور لوب بالجافا سكريبت. الفور لوب بالجافا سكريبت انه يستعمل او ينجز كود بلوكس لمرات عديدة. هو من اسمه فور لوب راح يظل حسب اللوب او حسب الفور مالتنا، حسب شنو الشرط اللي منطيل الفور، بحيث ايش قد يظل ينفذ الكودات اللي بداخل الفور لوب.
اوكي. الفور لوب تحتوي على 3 ستيتمنتس بالجافا سكريبت، يعني مثل ما نشوف ال 3 ستيتمنتس ام راح نشوفها كلها، لكن يقول لك بالجافا سكريبت كل ستيتمنت من هاي الستيتمنت هي اوبشنال وليس اجبار، يعني مو شرط انه نقدر نحط بس 2 ستيتمنتس، نقدر نحط ستيتمنت واحدة، نقدر نحط الثري ستيتمنتس، هذا الشيء راجع عنه. لكن مهمة جدا إذا حذفنا الستيتمنت الثانية اللي راح نشوف شنو عملها إن شاء الله بالعملي، لازم نضع بريك كي انسايد ذا لوب، وإلا راح تظل الفور لوب مالتنا ما تنتهي نهائيا. راح نشوف، لأنه الستيتمنت الأولى هي تاخذ فد قيمة معينة وتقراها مرة واحدة، الستيتمنت الثانية هو راح يكون الشرط مالتنا اللي على أساسه راح يتنفذ اللوب على عدد مرات معين، والستيتمنت الثالثة راح تكون يعني شلون مثلا لنفرض أنه هاي قيمة x equal 1، هنا أنا راح يظل يزيد ال x إلى الشرط اللي بالستيتمنت 2. أوكي، يعني هذا بالنسبة للفور لوب. نجي بالنسبة للوايل لوب بالجافا سكريبت. الوايل لوب ايضا هي فد لوب معينه، العفو، تنفذ بلوك كود ما طول الكونديشن يكون ترو. شلون يعني؟ انه وايل كونديشن ما طول هذا الكونديشن ترو راح يظل ينفذ اللي بداخل الاقواس الكبيره. الدو وايل هو نوع من انواع الوايل لوب، اول لازم ينفذ مره واحده اللي بداخل الاقواس، وبعدها يقارن بالوايل ما طول الوايل كونديشن اوكي يطبق صحيح او ترو، فلح يرجع ينفذ اللي بداخل الكود، لما يصير فولس لح يخرج خارج اللوب. هذا كل ما عندنا طلابنا الاعزاء في محاضرتنا لهذا اليوم، ان شاء الله نلتقيكم يوم غد الخميس في المحاضرة العملية في تطبيق هاي الامور اللي تكلمنا عنها. شكرا لحسن اصغائكم، واتمنى ان اراكم قريبا.